اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا حنا كنتواجدوا حاليا هنايا من امام واحد بقعه ارضيه اللي هي كبيره ولات عباره عن مكب ديال النفايات ومأوى مع الاسف للمتشردين. طبعا هذه البقعه اللي جايه داير بها كويا كاع المجمعات السكنيه كيف ما كتلاحظوا معنا. الفضيحة الكبرى أنها من أمام مدرسة ابتدائية كما كتلاحظوا معنا مع الأسف. وطبعا الرائحة جد كريهة. طبعا كما كتلاحظوا ولات المنطقة يعني عبارة عن مأوى للمتشردين مع الاسف. انا كنتمنى درنا مشهد لايف على هذه البلاصه هذه بالضبط اللي واقع يعني في شارع ستوندار. ستوندار كما كتلاحظوا معنا الشارع اللي هو شارع بلاصه يعني اللي هي راقيه ولكن مع الاسف كاين هذه البلاصه هذه اللي زعما مغطينها بهذا الحيط الجناب ولكن الكارثه راه كارثه هنا كبرى. انا كنستغرب غير السكان هادو الناس ديال هاد الساكنه هادي يعني كيفاش عايشين الشراجم ديالهم كيطلوا على الكارثه الكبرى كيشموا الرائحه بزاف ديال المسائل كما كتلاحظوا معنا فراه كارثه يعني كبرى صراحه. انا كنتمنى الناس المسؤولين يديروا هاد البلاصه هادي يصايبوها باقرب وقت ممكن حيت راه ما يمكنش الناس يعني الساكنين هنا الشراجم ديالهم كيطلعوا على هاد الفضيحه هادي الكبرى راح شوما وعيبوها الكارثه الكبرى انه مدرسه ابتدائيه تما كيفاش هاد الجيل غادي يطلع. حنا ملي كنربيو واحد التلميذ داخل المؤسسه على ان كنحدثوا على نظافه البيئه وكنحدثوا على مجموعه ديال المسائل كيخرج مع الباب ماشي قبل ما يخرج مع الباب يطلع غير مع الشرجم تما ويشوف البيئه كيف دايره كيفاش غادي يقول هذا كيولي يعني ماشي كذوب. نحدثوا على البيئه ونظافه البيئه وهو كيطل كيلقى يعني البيئه كلها مخربه فالجيل كامل باكمله كيفاش غادي نطلعه وزياده على ذلك كيكون يعني خطر يعني كبير. طبعا السور ديال المؤسسه راه هابط فراه خطر خصوصا في الاوقات ديال ملي كتكون 5:30 مثلا كتكون يعني في هذا الظلام في عز فصل الشتاء فكيكون يعني خطر كبير على التلاميذ الصغار. حنا كنعرفوا يعني كاين متشردين كاين بزاف كيوقع الكريساج كيوقع بزاف ديال الامور. انا كنتمنى الناس المسؤولين يحاولوا يداريوا هذا الامر يحاولوا يعني يكونوا في الاستماع يحيدوا هذه الروينه اللي واقعه هنايا روينه وفضيحه كبرى من عيار ثقيل مدرسه ابتدائيه انفاس بلاصه ومأوى ديال المتشردين الرائحه جد 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 كريهه. طبعا كاع الساكنه اللي هنايا يلاه شافوا هذا اللايف هذا راه غادي ما كنتمنى انهم يقولوا في كومونتير هادشي هذا يقولوا كيفاش كيحسوا هنايا مي كيدوزوا من هنايا سواء الناس اللي كانوا كيدوزوا من هنايا يعني بشارع ستوندار سواء الساكنه اللي ساكنه هنا في هذه المجمعات سكني. انا بعدا بالنسبه لي شخصيا انا ما نقدرش نسكن هنايا في اي دار في هذا المجمع السكني اللي كيطلوا هنايا صراحه. كنتمنى يكون الميساج ديالنا وصل. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير على امل. التقي بكم بث اخر بحول الله. الى اللقاء.